أصحي مليانة حب لعبي وطريق، دنيتنا حلوة وفيها أصحي مليانة حب لعبي وطريق. قصقوصة قصقص أصحي، نرسم رسمة اسمع قصة، نضحك ضحكة مفيش تنغيص. نرسم رسمة اسمع قصة، نضحك ضحكة مفيش تنغيص. دنيتنا حلوة وفيها أصحي مليانة حب لعبي وطريق، دنيتنا حلوة وفيها أصحي مليانة حب لعبي وطريق، مليانة حب لعبي وطريق. السلام عليكم، ازيك يا زيكو؟ وعليكم السلام. شفت يا منى اللي حصل؟ انا متضايق جدا ومتنرفز قوي. ليه بس يا زيكو؟ احكيلي. انا اديت قلم لصاحبي وضيعه وما رجعهوليش، مع اني نبهته قبل كده ان القلم ده غالي عليا وحافظ عليه، بس ضيعه برضه. لا وايه، دي مش اول مره تضيع برضه قلمي قبل كده. عندك حق يا زيكو تتضايق، انا لو مكانك اتضايق فعلا. ايه ده، صندوق القصائص ظهر يا زيكو. طب روق كده، تعال نشوف صندوق القصائص هيختار لنا ايه. حكايات الغابه. دنيتنا حلوه وفيها قصائص مليانه حب لعبي وطريق، مليانه حب لعبي وطريق. الغابه واسعه فيها من كل شيء خبر، قصص ممتعه نتعلم منها عبر. والجمل حكيم الغابه ونصائحه درر، واليوم جمع الحيوانات لأمر خطير. حاجة خطيرة جدا لازم تعرفوها، البير اللي بنشرب منه المية اللي فيه فاضل لها أقل من أسبوع وتخلص، وزي ما انتوا عارفين النهر بعيد جدا عن الغابة. فهمت. مطلوب مننا بقى ايه؟ نجهز شنطنا عشان نسافر نعيش جنب النهر، صح؟ انا فهمتها على طول. طب ايه رأيك في حل تاني؟ نحفر قناة توصل لنا المية من النهر لحد الغابة، لاننا متعودين على الغابة وبنحبها وما نقدرش نسيبها. واو، اقتراح رائع. وعشان نحفر القناة محتاجين فلوس، نشتري لكل واحد فاس يحفر بيه، فكل واحد يحط 5 جنيه في صندوق الغابة. وبكرة إن شاء الله هروح أنا والقرد المدينة نشتري الحاجات عشان نبدأ نحفر. أنا آسف جدا، مش عارف أقول لكم إيه من كتر زعلي. حصل إيه؟ احكيلنا. امبارح كنت رايح مشوار بالليل وخفت اسيب صندوق الغابة اللي فيه فلوس حفر القناة، قلت اسيبه عند حد عبل ما ارجع من المشوار. وسبته عند مين؟ كنت مستعجل قوي فسبته عند الثعلب لانه اقرب بيت ليا، ولما رجعت من مشواري لقيت الثعلب كاتب لي ورقة يقول انه سافر وخد الفلوس وعمره ما هيرجع الغابة تاني. يعني الثعلب سرقنا؟ طب وهنحفر القناة ازاي؟ بس انت غلطان يا جمل، لانك عارف الثعلب طول عمره وحش وخاين، ده ضحك عليا قبل كده، ده حتى مرضيش يجي معانا الاجتماع امبارح وما دفعش فلوس لحفر القناة. افتكرته بقى مؤدب وكويس، محدش يلومني انا مش غلطان. قال الشاعر: ان العفيف اذا استعان بخائن أضحى العفيف شريكه في المأثم. والله ما كانش قصدي. بس لازم تعترف إنك غلطان وشاركت في الجريمة، لأنك استعنت بخاين، استعنت بالثعلب. عندك حق، أنا غلطت غلط كبير، آسف. بس لازم نشوف حل ونحفر القناة قبل ما البير يخلص. الحل موجود. امبارح كنت قاعد مع نفسي فوق شجرة عند حدود الغابة، لقيت الثعلب بيتسحب وشايل صندوق الغابة. استغربت ان معاه فلوسنا وهو مكار وخاين وما شاركش في اجتماع الغابة،
رحت نطيت قدامه ولسه جاي أسلم عليه، لقيته رمى الصندوق وجري، والصندوق دلوقتي في البيت عندي. وتعلم الجميع عدم الاستعانة بأي شخص خائن، فقد قال الشاعر: إن العفيف إذا استعان بخائن أضحى العفيف شريكه في المأثم. بيتنا حلوة وفيها أساطير مليانة حب لعب وطبيخ. إيه رأيك بقى يا زيكو في حكاية النهاردة؟ جميلة. طب ونتعلم منها إيه؟ إننا نعرف مين اللي مش بيحافظ على حاجات الناس وما نثقش فيه تاني ولا نديله أمانة، علشان هو طبيعي مش هيحفظ الأمانة. رائع يا زيكو، شفت بقى؟ وأنا برضو كنت غلطان إني وثقت في صاحبي ده مرة تانية واديته قلمي علشان يحافظ عليه رغم إنه ضيعه قبل كده. عندك حق يا زيكو، وهو كمان غلطان عشان محفظش على الأمانة وضيعها مرتين. آه للأسف. تحب أحكي لك حكاية؟ يا ريت يا منة. بيتنا حلوة وفيها أساطير مليانة حب لعب وطبيخ. كان يا مكان ولا يحلى الكلام إلا بذكر النبي عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام. كان في مرة راجل عايش في مكة، كان متجوز واحدة صالحة جدا. في يوم الست الصالحة جدا دي قالت له احنا ان هما ما عندهمش ولا اكل ولا مية ولا اي حاجة. فخرج الراجل علشان يدور على شغل، قعد يدور ويدور لغاية لما تعب وبرده مش لاقي، ولما تعب خالص خالص راح المسجد الحرام علشان يصلي ويدعي ربنا انه يرزقه يفرق كربه. بعد ما خلص صلاة وخرج لقى كيس، فتحه لقاه فيه فلوس كتير حوالي 1000 جنيه. أخده وراح على بيته علشان يفرح مراته انه لقى الفلوس دي. بعد ما راح الست صالحة مرضتش ابدا تاخد الفلوس واصرت انه يرجعها مكانها. وفعلا خرج الراجل ورجع تاني المسجد الحرام، لقى واحد بينادي محدش لقى كيس فيه 1000 جنيه. قال له انا، اتفضل فلوسك. فالراجل استغرب قال له خدها هي لك. وفي واحد من الشام اداني 10000 جنيه وقال لي ارمي 1000 بس منهم في ساحة الحرم، واللي هيرجع لك الكيس تاني هيبقى هو امين، واديله بقى الفلوس. ياه سبحان الله، فعلا قصة جميلة قوي يا منة. الامانة مفيش احلى منها، رغم انه ما كانش معاه فلوس وفقير الا ان الامانة كسبته فلوس اكتر بكتير. وزي ما قال ربنا سبحانه وتعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ايه ده سندلة قصائص اهو يا زيكو، يلا تعالى نشوف قصائص ايه دلوقتي. قصائص بيبي تيوب. بيتنا حلوة وفيها قصائص مليانة حب لعب وطبيخ، مليانة حب لعب وطبيخ. ولو كنت اول مرة بتشوف المطرة اوعى تفكر ان السما بتعيط. الاصوات الغريبة في الغالب بتضحك، لكن لما الصوت ده يبقى من بابا اكيد بيضحك اكتر. ابهات غريبة يا اخي بس مضحكين. جميل قوي بيبي تيوب النهاردة يا منة. ايوه فعلا جميل جدا، بس انا متضايق يا منة من صاحبي اللي ضيع لي قلمي ده. اصل القلم ده بالذات كان غالي عليا وبحبه قوي. معلش يا زيكو، ان شاء الله ربنا هيعوضك. بس انا خلاص اتعلمت مش هديله حاجة تاني عشان يحافظ عليها، ومش هأمنه على حاجة تاني أبدا. صح يا زيكو، لازم نتعلم زي ما الرسول صلى الله عليه وسلم قال لنا: لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين.
ايه ده؟ صندوق الأصقص وصل من جديد يا صحابي. وهنتفرج على أصقصة جديدة من أصولز. يلا بينا يا صحابي. بيتنا حلوة وفيها أصقيص، مليانة حب لا بيوتغيس، مليانة حب لا بيوتغيس. نفسك في قلم مميز مش عند حد؟ انت تأمل. هات مسدس شمع لازق، وقلم جاف، وقلم رصاص، ومقص، وفوم. ارسم الشكل ده على الفوم البرتقاني وفرغه بمساعدة حد كبير، وكمان الشكل ده على الفوم الأصفر، وبعدين الأشكال دي ودي، وبرده فرغهم. يلا نجمعهم باللزق بقى. مظبوط، وش أسد. وممكن تبدله بأي حيوان بتحب شكله. نثبت الوش على القلم من فوق. تمام، أما حتة قلم مميز بشكل. بيتنا حلوة وفيها أصقيص، مليانة حب لا بيوتغيس. اوعى تخليه يبص يا أصحابي. ايه ده؟ انت بتعملي ايه يا منى؟ اصبر بس يا زيكو، اوعى تيجي. ايه طيب بتعملي ايه مخبيه عليا ومش عاوزاني اشوفه؟ اصبر بس يا زيكو هقولك. يوه طيب ما انا صبرت اهو، بتعملي ايه بقى؟ قلتلك ثواني وهخلص وهديهولك. راقبوه يا اصحابي، لو جه هنا قولولي. اللي هو ايه ده؟ انا مش فاهم حاجه، بتعملي ايه يا منى؟ تعالي قوليلي بقى. يا ربي يا زيكو، قلتلك ثواني. طب يلا الثواني خلصت وانا كمان خلصت. اتفضل. الله، ايه ده يا منى؟ ده قلم بدل اللي صاحبك ضيعهولك. يا سلام، بجد شكله تحفه. شكرا يا منى، بجد جزاك الله كل خير. جزانا واياكم يا زيكو، انا اتعلمت من قصقوصه قص ولزق ازاي نعمل قلم مميز وعملتهولك. بجد مش عارف اقول ايه، شكرا جزيلا يا منون. بيتنا حلوه وفيها قصقيص، مليانه حب لا بيوتغيس. يا ربي الحلقه خلصت، مش بحب الصوت ده خالص. معلش يا زيكو، اكن هنتقابل تاني في حلقه جديده. لكن يا ترى اتعلمنا ايه النهارده يا منى؟ زيكو كان في اول الحلقه زعلان عشان صاحبه ضيع له القلم بتاعه، بس دي ما كانتش اول مره، دي كانت تاني مره. واتفرجنا على حدوته جميله من حكايات الغابه، وتعلمنا اننا ما نأتمنش الخاين على حاجه تانية عشان اكيد هيضيعها. ومنى حكت لنا على حدوته جميله عن الامانه، وشفنا مع بعض بيوتيوب كمان حلقه جديده من قص ولزق، وتعلمنا فيها ازاي نعمل قلم مميز. وزيكو مكنش عايز يصبر علشان اقدم هديتي لزيكو، بس بجد اجمل لحظه في حلقه النهارده ان منى قدمت لي قلم هديه بدل اللي ضاع. ربنا يجازيها خير يا رب. جزانا واياكم يا زيكو، احنا اصحابك. وبكده نكون وصلنا لاخر حلقتنا، نشوفكم في حلقه جديده من برنامجنا أصائص. مع السلامه. أصقصة أصقص أصائص، دنيتنا حلوه وفيها أصائص، مليانه حب لا بيوتغيس. دنيتنا حلوه وفيها أصائص، مليانه حب لا بيوتغيس. أصقصة أصقص أصائص، نرسم رسمة اسمع قصة، نضحك ضحكة مفيش تنغيص. نرسم رسمة اسمع قصة، نضحك ضحكة مفيش تنغيص. دنيتنا حلوة وفيها أصقيص، مليانة حب لا بيوتغيس. دنيتنا حلوة وفيها أصقيص، مليانة حب لا بيوتغيس، مليانة حب لا بيوتغيس.